بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ على بركة الله تعالى الجلسة الأولى من اليوم الثاني في هذا المؤتمر المبارك، والتي ستكون تحت عنوان التطبيقات المعاصرة للمقاصد الشرعية في مسائل الزكاة والحج. في المحور الأول من هذه الجلسة سوف نناقش مسألة التطبيقات المعاصرة للمقاصد الشرعية في مسائل الزكاة والوقف. يقدمها الدكتور عبد اللطيف حسن آل علي، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الفقه الإسلامي برسالة بعنوان مستجدات الوقف بين النظرية والتطبيق. تفضل دكتور عبد اللطيف، نبدأ بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا جدا المشاركة في هذا المنتدى وهذا المؤتمر الطيب المبارك. وبادئ ذي بدء أستميحكم عذرا بوجوب تقديم الأستاذ الدكتور علي في إبداء بحثه ورأيه ودراسته. يا سيدي أكرمك الله، الله يبارك فيك دكتور. لا هو يعني أنت كممهد للموضوع الذي سوف آتي بعدك فيه، يعني لابد من هذا الترتيب، أكرمك الله. لكن مقامكم شيخ ما يسمح أن نتقدم عليك. أكرمكم الله، الله يبارك فيك. الإدارة يمكن أن الله يكرمك، الله يبارك فيك. يعني وفقا لترتيب البحوث بحثكم يأتي أولا دكتور عبد اللطيف. يمكن التغيير، تقديم والتأخير؟ لا تفضلوا نبدأ إن شاء الله. لا مفر. لا تفضلوا أكملوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحمده سبحانه وتعالى أن من علينا بالنعم وزادنا امتنانا فجعلنا متخصصين باحثين طلاب علم في مجال الشريعة الإسلامية دين الله عز وجل أشرف العلوم وأقدسها، وزادنا امتنانا وفضلا أن جعلنا نتخصص ونبحث في جزء صغير وهو جانب الوقف الإسلامي والزكاة، وهما معاملتين ماليتين هدفهما تطهير الناس وتقديم العون وتخفيف الآلام والمساعدة والعون ورفع الحاجة ورفع الضر عن الناس وتزكية نفوس المعطين ورفع درجاتهم عند الله عز وجل. مما أسند إلي في هذا المؤتمر عنوان في مجال المقاصد الشرعية المستجدات فيها، التطبيقات المعاصرة للمقاصد الشرعية في مسائل الزكاة والوقف. واجتهدت في كتابة بحث ما أمكنني فيه، والخطأ وارد لا محالة، والكمال مستحيل على كل البشر. بدأت في هذا البحث ببيان أهمية موضوع الزكاة وموضوع الوقف وما يخصهما من تطبيقات معاصرة حديثة بين الناس تداولوها، وما أيده وأبداه الشارع الحكيم من فضل وترغيب وأجر ومثوبة لمعطي الزكاة ولواقف الأوقاف. وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، وهو أول من وقف في الإسلام، وهو الذي حث على الزكاة، وإن كان صلوات ربي وسلامه عليه لم يخرج زكاة فيما ورد أو ما سمع غير زكاة الفطر أو غير ذلك. والزكاة في أصلها تطهير للمزكي وتطهير لنفسه وماله مما يدخله وتشوبه من أوساخ الدنيا مما قد يعلم أو لا يعلم.
أو مما اشتبه عليهم، والوقف مما يبقى أمدا طويلا جدا تدر من ورائه الأموال التي تعين بها الفقراء والأهل والأقارب والذرية، وبذلك يتحصل الأجر لفاعل ذلك الوقف ومنشئه إن كان قصده عند الله عز وجل حسنا. وكان في هذا البحث مقدمة وفصلين أو قسمين أساسيين رئيسيين، وفي المقدمة تم بيان مشكلة البحث، وهي إظهار وإبراز المقاصد الشرعية في بابي الوقف والزكاة المستجد منهما. ثم تعرض الباحث لكتابة لبيان بعض الدراسات السابقة ممن كتب في هذا الموضوع وحوله، والبيان ما سيتم من جديد في هذه الدراسة. ثم بعد ذلك تطرق الباحث لبيان الهدف من هذا البحث، وهو إظهار المقاصد الشرعية من هذه الأوقاف المستجدة التي لم تكن في الزمان السابق أو كانت بصور وهيئات مختلفة. وثم تم بيان المنهج المتبع في هذا البحث، وهو منهج استقرائي القائم على جمع التطبيقات، ثم الاستنباطي وهو القائم على استنباط المقصد الشرعي من كل وقف، ثم الخطة وتم بيانها. وبعد ذلك نشرع في بيان مفهوم العنوان، وهو للاختصار بعدا لذلك التطويل، تلك النماذج والصور الواقعية في الزكاة والوقف والتي يعيشها الناس في زمانهم الحاضر وتكون متماشية مع مقاصد الشريعة العامة أو الخاصة وظاهرة فيهما بجلاء. ثم في المبحث الأول التطبيقات المعاصرة للمقاصد الشرعية في مسائل الزكاة، واعتمد الباحث على التطبيقات القريبة منه جغرافيا، وهي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكون الباحث والمؤتمر فيهما. واعتمد على صندوق الزكاة، وهو الجهة الرسمية الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، واستقى منها النماذج الوقفية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهم، وأيضا بالتواصل مع أحد الأخوة الدكاترة فيه المتخصصين في اللجنة الشرعية، وهم الدكتور عبد الرحمن الحمادي، والذي أفاد بأن كل ما عندهم من نماذج وتطبيقات معروضة في الموقع الإلكتروني للصندوق الزكاة. ولبيان بعض المقاصد الشرعية عموما من غير التطبيقات، نذكر بعضها بشكل على عجالة. فمن مقاصد الزكاة، من مقاصد الزكاة العامة، تحقيق التعبد لله عز وجل امتثالا لقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين سبحانه وتعالى. ثم شكر نعمة الله عز وجل، يقول سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وكذلك تطهير المزكي من الذنوب كما يقول سبحانه وخذ من أخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، كما أنها تطهير للمزكي من الشح والبخل، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، كذلك أيضا هي تطهير لمال المزكي، وكذلك تطهير لقلب الفقير من الحقد والحسد على الغني، وفيها مضاعفة للحسنات المزكي ورفع لدرجاته، وفيها مواساة للغني والفقير، وفيها نماء مال المزكي خلافا لما قد يدعو إليه من اتخذ عقله
عمدته في الحكم والاسترشاد والاستدلال، يقول سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وفيها أيضا تحقيق الضمان والتكافل الاجتماعي، وفيها تنمية الاقتصاد الإسلامي من حيث تدوير المال وتحريكه، وفيها باب عظيم للدعوة إلى الله عز وجل. التطبيق الأول: الزكاة على المواطنات زوجة الأجنبي. قسم الصندوق قسما وضعه للمواطنات زوجة الأجنبي، وذلك بضوابط وشروط. والمواطنة هي مواطنة دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتمدوا في ذلك على حديث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه لليمن: إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وهذا على الرأي المختار بين الفقهاء. ومن مقاصد الشريعة الإسلامية في هذا التطبيق حفظ النسل، فهذه العائلة بدعمها وتقديم العون لها، وخصوصا عندما يتبين فقر وحاجة وعوز مثل هذه الأسرة، وكذلك ما قد يمكن أن تحرم منه هذه المواطنة من بعض امتيازات المخصصة للمواطنين كونها ليست زوجة مواطن. وكذلك يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله في بيان أهمية حفظ النسل: ولا جرم أن الأصل الأصيل في تشريع أمر العائلة هو إحكام آصرة النكاح. ثم المطلب الثاني، وهو التطبيق الثاني: الزكاة على أسر السجناء، وهو دعم يقدمه الصندوق لعائلة السجين أو له هو نفسه، ليس لإخراجه من السجن، فقط لإعانته في مصاريف حياته من إيجار سكن إن كان، أو مصاريف الطعام، أو مصاريف الفواتير والرسوم الأخرى. وكذلك هو أيضا من باب الزكاة على الفقراء والمساكين، وليس من باب وفي الرقاب، إذ هو ليس فك رقبة أو فك أسير من سجنه أو ما شابه. وفي ذلك مقاصد عظيمة، من أهمها حفظ العائلة والنسل وتربيتهم التربية الحسنة، وكذلك حفظ أخلاقهم لتكون سليمة، وخصوصا إن علمنا أن الفقر قد يدعو ويسوق لبعض الناس اللجوء إلى أساليب أخرى. ثم التطبيق الأخي الثالث، وهو الزكاة على المسلمين الجدد. إخواني، لدينا متسع من الوقت، أو نختصر بعض التطبيقات؟ يوجد متسع من الوقت إن شاء الله. الزكاة على المسلمين الجدد، خصص الصندوق مبلغا للمسلمين حديثي الإسلام، وهم من دخلوا الإسلام، ولا يتنافى ذلك مع قوله عز وجل: والمؤلفة قلوب، بل هم من المؤلفة قلوب، من حيث تأليه. إذا علم الإنسان بأنه سيتم تقديم الدعم له بعد إسلامه، قد يتشجع ويرغب بالإسلام أكثر، ثم قد يرغب، سوف يرغب المسلمون الآخرون أو الغير المسلمين الآخرين من أهله وقرابته عندما يروا أن له دعما، خصوصا إن علمنا أنه إن غير دينه قد يتعرض لمشاكل وعقبات، وخصوصا العقبات المالية، تعينه هذه المعونة في تثبيت قلبه على الإسلام. ومن المقاصد في هذا حفظ الدين، وهو من المقاصد العظيمة، المقاصد العامة. ثم إعانة له على التأقلم ومصاريف الحياة، كذلك فيها دعوة لدخول الإسلام من غيره.
ثم المطلب الرابع الزكاة على العاطلين عن العمل، وكذلك يدخل هذا في الفقراء، في مصرف الفقراء، وخصصوا له مصرفا يعين العاطلين عن العمل بشروط وقيود ذكروها، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في باب الفقير: ولا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة، رجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، فيما يخص الصدقات العامة. أما العاطل عن العمل فيندرج تحت الفقير، وهو من الأبواب أو من مصارف الزكاة الأصلية في الوقف، وفي ذلك إعانة له على تكاليف حياته، وخصوصا إن كان معينا لأسرة من زوجة أو عيال، وما يندرج من ذلك من تكاليف الحياة الصعبة من نقل ورسوم وفواتير ومصاريف أخرى. ثم أيضا تعينه على أن يتكسب عله أن يصبح ذا عمل مستقبلا. ثم ننتقل إلى التطبيقات المعاصرة للمقاصد الشرعية في مسائل الوقف، وهو المبحث الثاني والقسم الآخر في هذا البحث. والوقف لا تخفى مقاصده العامة، وهي كثيرة جدا لكل من بحث في مباحث الشريعة الإسلامية، يذكر بعضها وأهمها: حصول الأجر المستمر للواقف، وهذا واضح أصيل في الوقف، خصوصا في الوقف العام، وهو الوقف في الأراضين والدور، وفيه تقوية أواصل الرحم والقرابة، خصوصا إن علمنا أن الأصل في الإنسان أن يعين ويقدم العون والمساعدة لأهله أولا ثم لغيرهم، كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أرى أن تجعله في الأقربين. ثم فيه حفظ المال من التشتت والتفرق والضياع، وهذا ما يدعو إليه الشرع، ويمنع من التبذير وتضييع المال، بل يحرمه، ويقول سبحانه من ذلك: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. أيضا يقول سبحانه: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. ثم إقامة شعائر الدين من أعظم مقاصد الوقف أيضا، وذلك بتوفير أماكن العبادة. ثم قضاء مصالح وحاجات المجتمع العامة والخاصة، كمثل المقابر والمرافق العامة من دورات المياه وما شابه ذلك من حدائق ومتنزهات. ثم أيضا فيه مساهمة مجتمعية فاعلة، وذلك في صورة الأوقاف المخصصة للمفقودين والتائهين واللقطاء من مجهولي النسب والمعتوهين والمجانين وغير ذلك. كذلك من مقاصد الوقف العامة المحافظة على مكونات البيئة الطبيعية من حيوانات برية أو بحرية وما فيهما من نباتات وظروف بيئية متنوعة من رمال ومياه وهواء وغير ذلك. نأتي إلى المطلب الأول، وهو التطبيق الأول من التطبيقات المعاصرة، وقف لعبة كنوز العلم الإلكترونية. وهذه وقف، وهي لعبة إلكترونية أو تطبيق في الشبكة العنكبوتية، قام به أحد طلاب العلم من أهالي إمارة أبو ظبي، وبتكلفته الخاصة المعنوية إعدادا ودعما ماديا، وهو مشروع جميل حديث معاصر، لعبة للأطفال. يقوم الطفل بتنزيلها على جهازه ويلعبها، وهي عبارة عن أسئلة شرعية فقهية وعقدية بشكل مبسط، هدفها الأساسي تعليم الطالب أو تعليم الطفل المسلم أمور دينه وشؤون دينه، وتصويبها وتصحيحها، وإبعاده عن
الأفكار والأساليب والألعاب المدسوس فيها السم وهي الأعم الأغلب. وهذه اللعبة حقيقة قام بإنشائها وتحديثها وتنزيلها على المواقع الإلكترونية والتطبيقات الهاتفية، ولم يأتي في ذهن صاحبها أن تكون وقفا، وبالاتصال عليه أكد أنه يعملها فعلا للخير، لا يريد من ذلك جزاء ماديا، ويسمح بتنزيلها أو طباعتها أو تداولها لغير الأغراض التجارية. فهو إذن من وقف الحقوق، ووقف الحقوق من وقف المنقولات في أحد شقيه، كما أنه وقف مؤقت لأن هذه الألعاب الإلكترونية من طبيعتها أنها لا تستمر كما هو المعروف في الأنظمة الإلكترونية لما يطرأ عليها من تحديث وتغيير وتطوير وتبديل، وما يأتي عليها من جديد يلغي ويمحي السابق، أو ما قد يطرأ من إلغاء بعض الأنظمة العامة التي من شأنها إلغاء أو تعذر الوصول إلى بعض التطبيقات والبرامج. من المقاصد الشرعية في وقف لعبة كنوز العلم نشر تعاليم الإسلام الصحيح لدى النشء، وهذا يصب في مقصد الشريعة العام وهو حفظ الدين، ثم كذلك فيه حفظ للنسل من دخول الأفكار الغير سليمة والأفكار المنحرفة سواء في الشبهات أو في الشهوات وشغل أوقاتهم فيما هو ينفعهم وهو أساس وضروري في حياتهم، ألا وهو دينهم تاج راسهم ونبراس حياتهم. ثم نأتي للتطبيق الثاني وهو وقف جسر المشاة. وقف جسر المشاة وقف قامت به الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع رئيس إدارة البلدية والتخطيط في عجمان، وأنشأوا جسرا فوق الطريق العام بجوار مسجد، وقد كانت الحاجة إليه ملحة، والهدف منه تسهيل الوصول إلى المسجد في أحد شقيه، لأن المسجد في شق ويصلون إليه الناس، أما الشق الآخر فيضطر الناس إما إلى قطع الطريق، وهذا مخالف للأنظمة المرورية، قد يتعرض القاطع لمخالفة، كما أن فيه مخاطرة كبيرة على النفس البشرية لما قد يتعرض إليه من حادث مميت قاتل. فقامت الهيئة في أحد شقي أهدافها تسهيل الوصول إلى المسجد، وفي أحد شقيه الآخرين وضعوا الإعلانات على هذا الجسر إما للمردود المادي أو للمردود المعنوي من حيث نشر التوعية والإعلانات، سواء كانت في الجانب الشرعي الديني أو في جانب الأمور الأخرى المجتمعية التي تهم الحياة، تهم الناس في حياته. وهذا الوقف أيضا من الأوقاف المشروعة، لأنه وقف الأعيان من الأعيان المنقولة، ويبقى مدة طويلة صالحا للاستخدام بحالة جيدة وآمنة. وصحة وقف المنقولات التي لا تستهلك بالاستخدام مرة واحدة هو مذهب الجمهور، جمهور العلماء، والذي استقر عليه رأي أغلب الفقهاء المعاصرين. وكذلك دعم وشرع هذا القانون، شرع هذا الوقف أو قننه قانون الوقف الإماراتي الذي صدر في سنة 2018، قانون اتحادي. كذلك أيضا القوانين المحلية، وكونه في إمارة عجمان فهو مندرج تحت قانون الأوقاف الاتحادي. والمقاصد الشرعية في هذا الوقف جليلة وواضحة جدا، من أهمها حفظ النفس البشرية من الهلاك، كما أن فيه التيسير والتسهيل
وهو ما تقصد إليه الشريعة في أغلب تشريعاتها، كما أن فيه من مقاصد الشريعة جلب المال لصرفه ولإنفاقه على حاجات المسجد وشؤونه من رواتب وصيانات وما شابه ذلك، ففيه أيضا حفظ للدين وكذلك حفظ للعقل لما قد من الإعلانات التي قد توضع، الإعلانات التي توعي الناس وتثقفهم وتعلمهم ما ينفعهم سواء في دينهم أو في غير ذلك من شؤون حياتهم، كذلك هو حفظ للنسل من الوفاة أو القتل وتقليل أعداد البشر. ثم نأتي للمطلب الثالث، وهو وقف مساحات إعلانية على حافلات، وهو وقف قامت به مؤسسة الإمارات للمواصلات ومقرها في دبي بتخصيص مساحات إعلانية على الحافلات. تقوم المنشأة الوقفية في دبي إما ببيعها لمن يريد وضع الإعلانات عليها بالضوابط والشروط، أو أن تقوم هي بوضع الإعلانات التوعوية مجتمعيا وبيئيا ودينيا وما شابه ذلك. وهذا الوقف يدخل أيضا في وقف حق الانتفاع، كذلك يتبع وقف المنقولات لأنه تابع للحافلة التي يوضع عليها الإعلان، والحافلة من المنقولات التي تبقى مدة طويلة يمكن الاستفادة منها حسب الظروف والدول والأماكن والحاجات، فهو وقف حق وقف من وقف داخل بالحقوق وأيضا في المنقولات. وكلا الوقفين مما استقر عليه أهل العلم المتأخرين المعاصرين في تشريعهما. ومن المقاصد في هذه الأوقات مقاصد طيبة جدا، وهو يقدم خدمة مجتمعية طيبة مما يضعه من إعلانات توعي الناس وترشدهم لما ينفعهم سواء فيما يخص العائلة أو فيما يخص طرق استخدام المال وترشيده، وكذلك ترشيد استهلاك الطاقة من ماء وكهرباء، وكذلك توعية الناس في المعاملات المالية التجارية وغير ذلك كثير جدا جدا. وكذلك من مقاصده إعانة الفقراء ومساعدتهم ورفع الفقر عنهم فيما يأتي من مال يصرف عليهم. ثم في المطلب الرابع وقف رخصة سيارة الأجرة، وهو ما يسمى عرضا بين خمس دقائق إن شاء الله، وهو ما يسمى بالتاكسي، وخصوصا في إمارة أبو ظبي حيث أقطن أنا فيها، ولي دراية وعلم وعصرت ذلك مع رخصة الأجرة الخاصة بوالدي، وذلك ما يقارب 20 عاما أو أكثر. ولما ارتأت الحكومة أن تحول ذلك إلى الشركات وتزيل إدارة الأفراد عنها، كانت لرخصة التاكسي قيمة عرفية بين الناس بلغت 100,000. وللاختصار قام أحد الأشخاص الفاعلين للخير بوقف رقمه أو رخصته، وجعل ريع هذه الرخصة مما يأتي من إيجار لصالح الفقراء، وأدارته الأوقاف وسجدته وقيدته، وهي التي تقوم بتحصيل هذا الرقم أو القيمة التي كانت 1,000 درهم أو أكثر، ثم تصرفها في مصرف الفقراء. وهذا الوقف أيضا من الأوقاف المشروعة لأنه وقف حق منحته الدولة لهذا الشخص الذي سجلت باسمه. ثم أيضا قد يدخل في وقف المنقولات لأنه متفرع عن وقف المنقولات وهو وقف التكس. ثم لا يخفى ما في ذلك من مقاصد طيبة في هذا الوقف مما يدره من أموال،
وطبعا هذا الوقف من الأوقاف التطبيقات المعاصرة جدا التي يجب على الإنسان أن يبينها للناس لكون كثير من الناس لا يعلمها، فإن علموه وانتشر الخبر بين الناس لا شك سيقوم الكثير بالإقدام على هذه الخطوة. ثم في التطبيق الأخير وهو وقف إفادة الحجاج سنويا، وهذا الوقف أخذناه من التطبيق من مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية. هذه قام الشيخ زايد رحمه الله بتخصيص مبلغ $1,000,000 وقفها في هذه المؤسسة، والتي مثل رأس المال يستغل وما ينتج عنه يصرف في أعمال المؤسسة، من ذلك إفاد 1,000 حاج سنويا بشروط وقيود. وهذا الوقف فيه من أهم من مقاصد الشريعة الشيء الكبير جدا جدا، وفيه تحصيل الأجر والثواب لفاعل هذا الوقف صاحب السمو الشيخ زايد رحمه الله، وفيه أيضا حفظ للدين وإعلاء لشعائر الدين، وفيه أيضا تقديس بإعمار بيت الله الحرام والشعائر الدينية الأخرى. توصل الباحث في ختام هذا البحث لعدة نتائج، من أهمها أن المقاصد الشرعية ظاهرة وبارزة في مسائل الزكاة والوقف المعاصرة، وكذلك أنها تتسع لكثير من المتغيرات والمستجدات، فشريعتنا السمحة صالحة لكل زمان ومكان، كما أن القوانين في دولتنا المباركة فيما يخص الزكاة والوقف متوافقة مؤيدة لكل ما من شأنه دعم ويصب في مقاصد الشريعة. أما التوصيات فجاءت لتوسيع مصارف الزكاة سواء في صندوق الزكاة أو في غيره، حيث أن التطبيقات المعاصرة كثيرة جدا، كذلك بذل المزيد من المجهود والمساعي في الإدارات الوقفية، كذلك التركيز على الجهات المختصة بالزكاة والوقف لتعنى بالباحثين والبحوث والدراسات التي تصب في جانب المستجدات وإبرازها وبيانها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكرا. نشكر الدكتور عبد اللطيف على ما قدمه من معلومات قيمة وتطبيقات مهمة جدا، وننتقل الآن إلى المحور الثاني من محاور هذه الجلسة والموسوم بعنوان التطبيقات المعاصرة للمقاصد الشرعية في مسائل الحج، يقدمه الأستاذ الدكتور علي جمعة الرواحنة، أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية الإمام مالك للشريعة والقانون في دبي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللهم اجعلنا منهم. بادئ ذي بدع حقيقة نشيد بجهود المنتدى الإسلامي على هذه الجهود الطيبة والمباركة في تلمس حاجة المجتمعات في حشد المعارف بأنواعها بحرفية ومهنية عالية جدا في تصنيفها، تسابق العصر وتدفع بمعاني الخير في المجالات المتنوعة. وحتما هذا الجهد المتنوع والكثير في مجالات متعددة يلم عن فئة أو نخبة من الفاعلين الدافعين بهذا الخير إلى مجالاته المتنوعة. أشكر حقيقة الدكتور عبد اللطيف علي على هذا التقديم الطيب ومشاعره الطيبة. حقيقة الموضوع الذي سوف نتحدث عنه في هذا المجال أو في هذا الصدد
حقيقة هذا المؤتمر يعالج قضية معاصرة، قضية يحتاج فيها المجتمعات بصورة عامة، وهي من القضايا التي نتحدث عن هذه المقاصد بصورة عامة. وحقيقة يعني ربما هناك من سبقنا في هذا المجال وقد تحدث عنه، لكن نشيد ببعض القضايا التي ربما يعني يمكن أن ندخل من خلالها كمدخل إلى الموضوع الذي سوف نتحدث فيه. تعد المقاصد الشرعية حقيقة البوصلة التي تشير إلى معطيات التكاليف الشرعية الناظمة لحركة المجتمعات واندماج المسلم الاجتماعي، مراعيا لهذه المقاصد ومعني في تحقيقها الاجتماعي لينعم بوافر الاستقرار الاجتماعي والإسعاد البشري المتمثل بالتعامل الإيجابي في معترك الحياة، كونه العنصر البشري الصالح للمحافظة على المنظومة البشرية في نهجها الحياتي الإيجابي، وكونه يعي أبعاد قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ويلزمه منهجا في حياته العملية متقربا إلى ربه عز وجل في أدائه ضمن منطقه العقدي وتصوره العبادي. واتفقت حقيقة كلمة العقلاء أن شرائع الأنبياء قصد بها مصالح الخلق الدينية والدنيوية، وقد كان للمقاصد الشرعية أثر كبير في توجيه حياة المسلم النظرية والتطبيقية في مجالات متنوعة، وكان للحج مقاصد متنوعة شاملة لمعظم مقاصد العبادات، وبهذا الشمول تميز الحج بهذه المقاصد، ولذا للحج مقاصد مناسك ومقاصد منافع لقوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقد قدم عز وجل المنافع على المناسك لرفع الحرج عن الاشتغال بهذه المنافع في وقت الحج. سوف نعرض إلى هذه التطبيقات في الحج، وهو يعد الركن المهم من أركان الإسلام، وتتمثل في الحج معززات التناغم المنهجي بين البعد العبادي والتوظيف المقاصدي، مما يستدعي إثارة الأسئلة التي ستجيب عليها الدراسة. ما علاقة الأحكام والتكاليف الشرعية في حفظ مقاصدها وتحقيق مصالح العباد وإسعادهم في الدنيا والآخرة؟ ما ضوابط التفاعل المجتمعي بين المسلمين وغيرهم حسب البعد المقاصدي؟ هل مسائل الحج لها أبعاد مقاصدية؟ كيف نوظف الحج مقاصدياً؟ ما هي تطبيقات مقاصد الحج في واقعنا المعاصر في مجاليه المناسك والمناخ؟ مفهوم المقاصد الشرعية، طبعاً جاء الإسلام لتنعم البشرية بمقاصد الشريعة التي جاء لتحقيقها واقعاً معاشاً، وتنطلق البشرية في نهجها الحياتي على هديه، سواء من خلال البعد الإيماني الذي يحتم على المسلمين نمط حياة كامل على ضوء الكتاب والسنة، وينعم بعد ذلك المسلمين بالاستقرار والإسعاد الدنيوي والأخروي. أما من عاش على طروحات فكره وأخذ النظام الإسلامي مفرغا من محتوى الإيماني فقد يستقر بعض الوقت، إلا أن استقراره مرحلي وليس كما هو بمحتواه الإيماني، لأنه وإن أدى بعض ثماره تبقى دائرة الإيمان هي العامل المهم والأساس في البناء والتكوين الاجتماعي، لأن المراد من المقاصد الشرعية هو القدر الذي يصور حركة المسلم نحو ذلك القصد والذي تستقيم به الحياة بكل معطياتها على ضوئه، وأن الشريعة الإسلامية معنية بتحقيق هذه المعطيات من خلال الأنظمة الناظمة لهذه المقاصد.
فالقصد لغة إتياء الشيء، وقصد الرجل الأمر، وقصد الرجل الأمر يقصده قصدا إذا أمه واتجه نحوه. هناك الكثير حقيقة من التعريفات التي عرفها العلماء للمقاصد، حيث قال علال الفاسي: المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها. وحتى لا أطيل في هذه المقدمة، حقيقة يعني نذهب إلى تقسيم المصالح عند الشاطبي، حيث أشار إلى أن المصالح تقسم إلى الضروري والحاجي والتحسيني، وأن الضروريات هي في الكليات الخمس: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وحقيقة ركز الشافعي على أن هذه المصالح مراعاة في كل ملة وفي كل ملة، وقد جاء الإسلام وحققها في حياة المسلمين أيما تحقي. أذهب حقيقة سريعا إلى اللي هو العنوان الرئيسي في هذا المؤتمر أو هذا الجزء من المؤتمر، اللي هو التطبيقات في مقصد الحج. نعم، طبعا الحج في الشريعة الإسلامية فريضة، فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين بشروطه المخصوصة، وهو يتناول مقصدين شرعيين في حياة المسلمين، لأن الحج مناسك ومنافع كما أشرنا آنفا، وهي المقصد الأول اللي هو مقصد مناسك الحج التي يقوم المسلم بأدائها في أيام الحج، تترك الكثير من الأبعاد الإيمانية على نفس المسلم، وتسمو به إلى مستويات إيمانية متميزة بما يرضي رب العالمين. أما المقصد الثاني فهو مقصد المنافع التي تتمثل في تواجد العديد أو العدد الكبير في أماكن مناسك الحج، والذي يمثل ارتحال مدينة تعتادها بضع ملايين من الحجاج، والذي لهم مطالب يومية أو مرحلية، مما يوازن بين هذه المقاصد والتي أشار لها قوله تعالى: وأذن في الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وهذه إشارة إلى المنافع التي قصدها الله سبحانه وتعالى في الحج. وقد شهد التاريخ الإسلامي حقيقة فترات ذهبية عاشتها الأمة الإسلامية في الحج، وقد شهدوا هذه المنافع بتحقيق الرفاه الاقتصادي والتبادل التجاري والتقارب الاجتماعي والثقافي وغير ذلك. وهذا يعني حقيقة يتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: الحج إغناء. وعندما تنظر في هذا البعد وفي هذا المقصد يعني فهو يمثل هذا الجانب، وهو جانب المنافع. على ضوء هذا التقديم نحاول أن نشير إلى مقاصد الحج، مقاصد مناسك الحج كمقصد مناسكي، ثم بعد ذلك نذهب إلى اللي هو مناسك مقاصد مناسك مقاصد الحج المنافعية بتفصيلاتها. نعم، حقيقة قال الشاطبي رحمه الله: الحكم المستخرجة لما لا يعقد. يعني في هذا الجانب حتى لا يذهب الناس شططا في موضوع اللي هو التعليلات، لأنها ربما تكون يعني لها ما يدل عليها أو ما لا يدل عليها، حتى تكون القضية متوازنة في موضوع تعليل اللي هو المناسك، حيث أشار إلى هذه القضية فقال: الحكم المستخرجة لما لا يعقل معناه، على الخصوص في التعبدات كاختصاص الحج بالأعمال المعلومة وفي الأماكن المعروفة وإلى مسجد مخصوص إلى أشباه ذلك، مما لا تهتدي العقول إليه بوجه ولا تطور نحوه، فيأتي بعض الناس فيطرق إليه حكما أو حكما يزعم أنها مقصود الشارع من تلك الأوضاع، وجميعها مبني على ظن وتخمين غير
مضطرد في بابه ولا مبني عليه عمل أو دليل. في هذه القضية حقيقة نختصر على نختصر هذه الدراسة على الإشارة إلى المقاصد التي عليها دليل أو ما يحتمله النص. ومن ذلك اللي هو عندنا تقسيم لهذه المقاصد المناسكية باتجاهين، اللي هو عندنا المقصد العام للحج، وعندنا اللي هو مقاصد أعمال الحج على اللي هو التفصيل من هذه المقاصد اللي هي مقاصد الإحرام وتحقيق قصد العبودية المحضة، مقصد الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، تحقيق مقصد أيضا التعارف، والمقصد من الفطر يوم عرفة للحاج، والموازنة بين المصالح الدنيوية والأخروية، ومقصد اللي هو الترويح عن النفس في الحج. المقصد العام للحج يعد والحج على العموم مقصد عظيم، حيث يحقق للحاج مثالية النقاء من رواسب الحياة ومعتركها، مما يدفع المسلم إلى الانتقال النوعي في مستقبل حياته، والحرص على هذه الحياة الحالة الإيمانية المثالية، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذه الحالة حينما يعود الإنسان بعد معترك الحياة الطويل وما فيها من إيجابيات وسلبيات، ويعود كيوم ولدته أمه بتلك البراءة وبتلك وبذلك النقاء، فهذه أيضا مقصد من المقاصد التي يجب أن يحرص عليها المسلم، بحيث أنه ينتقي من الأعمال التي ترتقي بهذه الحالة الإيمانية لديه، بحيث أنه يعود بغير ذنب، رجع مشابها لنفسه يوم ولادته، في أنه يخرج بلا ذنب كما خرج بالولادة نقيا، وهو يشمل الصغائر والكبائر والتبعات. ما أشبه الحج بالموقف العظيم إذ يترك الإنسان من أجله أهله ووطنه وولده، ويتحمل في سبيل إجابة أمر الله الصعاب والمشاق، ويتخلص من أعمال الدنيا، ويدع الكثير من ملاذها وشهواتها، ويكتفي من لباسها بما يشبه الأكفان، وينشغل عن معاصيها بذكر الله في أيام المعلومات، لهذا كان مكفرا للذنب، ولهذا جعله الشارع نافيا للسيئات، نافيا نفي الكيري لخبث الحديد، بشرط أن تراعى آدابه وأن تلاحظ الغاية المقصودة منه، وأن تنقى هذه العبادة السامية من الفحش في القول ومن كثرة الجدال مع الرفيق والباعي والأجير وغيرهم. فلذلك كانت النتيجة: فمن حج حجا مبرورا نقيا مقبولا صار كالطفل المولود في خلوه من تلك الذنوب. أيضا قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزود فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أشار ابن القيم إلى لفتة في هذا الجانب، حيث قال: أمر عز وجل الحاج بأن يتزود لسفرهم، بأن يتزودوا لسفرهم ولا يسافروا بغير زاد، ثم نبههم على زاد سفر الآخرة وهو التقوى. كما أن تتزود في هذا السفر في هذه الدنيا من معطيات الدنيا، أيضا عليك أن تتذكر أن هناك سفر آخر ذكرنا به الحج، وهو السفر إلى الآخرة، فليكن سفرك إلى الآخرة قد تزودت إليه من التقوى. فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياه، فكذلك المسافر إلى الله والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد من التقوى. فجمع عز وجل بين الزادين، زاد الدنيا وزاد الآخرة. هذه الرحلة العظيمة بكل معطياتها حين تقضيها بهذا الخلق القويم، رغم الاحتكاك المباشر
مع هذه الأعداد الهائلة غير الطبيعية والتي قد تثير بعض ردود الأفعال السلبية، ولكن أنت أمام جائزة عظيمة في حالة ضبط السلوك، هذه الحالة التي لها ما بعدها، حيث يعتاد هذا الخلق القويم بعد عودتي من الحج في تعاملاتهم اليومية بتلك الحالة الإيمانية للمحافظة على هذا النقاء وهذه المثالية. نشير سريعا إلى بعض مقاصد أعمال الحج. لقد أشار العلماء إلى مقاصد أعمال الحج وكانوا بين المضيق والموسع فيها، حيث قال القرافي: مقاصد الحج 12، الإحرام ودخول مكة والطواف والسعي والوقوف بعرفة والدفع إلى مزدلفة ورمي جمرة العقبة والحلاق وطواف الإفاضة ورمي منى والرجوع من منى وطواف الوداع. نعرض إلى بعض من هذه المقاصد. من هذه المقاصد مقصد الإحرام. مقصد الإحرام حقيقة يتجرد المسلم فيه من جميع ملابسه ويرتدي الإزار والرداء والتجرد من كل متعلقات الحياة، وينوي بقوله: لبيك اللهم بحج فتقبله مني ويسره لي. فهو بهذه الكيفية تذكير بأول منازل الآخرة ومشهد المساواة في الكفن للغني والفقير، وكذلك هم اليوم يتساوون في مظهر واحد ينقلهم إلى مشهد يوم القيامة، لحظات إيمانية يعيشها المحرم، كما أن وقوفه بيوم عرفة يتكامل المشهد لديه مذكرا بيوم القيامة. المعدة الثانية أو المقصد الثاني تحقق قصد العبودية المحضة. لقد تميز الحج بنوع العبادات التي تتحقق فيها معاني التعبد المحض، رغم ما يحيط به ما لم تأنسه النفس أو يميل له الطبع. قال الغزالي رحمه الله عن أعمال الحج مقارنة مع غيرها من العبادات: وظف عز وجل عليهم فيها أعمالا لا تأنس بها النفوس ولا تهتدي إلى معاني العقول، كرمي الجمار بالإحجار والتردد بين الصفا والمروة على سبيل التكرار، ويمثل وبمثل هذه الأعمال يظهر كمال الرق والعبودية إلى الله سبحانه وتعالى. فإن على سبيل المثال الزكاة إرفاق ووجهه مفهوم والعقل إليه ميل، والصوم كسر للشهوة وهي آلة عدو الله، وتفرغ للعبادة بالكف عن الشواغل والركوع والسجود في الصلاة تواضع لله بأفعال هي هيئة التواضع، والنفوس أن تأنس بتعظيم الله عز وجل. فأما تردد السعي ورمي الجمار وأمثال هذه الأعمال فلا حظ للنفوس ولا أنسى فيها ولا اهتداء للعقل إلى معانيها، فلا يكون في الإقدام عليها إلا باعث الأمر المجرد وقصد الامتثال للأمر، من حيث أنه أمر واجب الاتباع فقط، وفيه عزل للعقل عن تصرفه وصرف النفس والطبع عن محل أنسه، فإن كل ما أدرك العقل معناه مال الطبع إليه ميلا ما، فيكون ذلك الميل معينا للأمر وباعثا معه على الفعل، فلا يكاد يظهر به كمال الرق والانقياد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحج على الخصوص: لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا، ولم يقل ذلك في صلاة ولا في غيرها. الأمر الثالث حقيقة مقصد الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة وانتهاء هذه المناسك، وقد تعلق القلب بذكر الله، حيث قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هذا الأمر القرآن الصريح يدل على أنه لا بد من ذكر الله عز وجل عند المشعر الحرام بعد الإفاضة
من عرفات، فهذا إشارة إلى هذا المقصد في تحقق هذه المعاني والمقاصد من الحج. الأمر الآخر تحقق معنى مقصد التعارف، إن اجتماع الحجاج في صعيد واحد من كل فج عميق لأداء فريضة دون تمييز بينهم، اجتمعوا في مكان واحد، حيث قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. وبهذا الاجتماع تزداد روابط الوحدة والتعارف الذي يعزز مقصد التجمع البشري، لأن الإتيان من كل فج عميق يدل على الإتيان إلى الحج من بعيد، والإتيان إلى الحج يدل على الإسلام، وبالتالي يدل على مجيء المسلمين من بعيد، وهو محل الاستدلال باتساع رقعة العالم الإسلامي. المقصد الآخر اللي هو مقصد من الفطر يوم عرفة، ترك الصوم يوم عرفة لأجل أن يقضى على أعمال الحج. قال الشاطبي: وفطره صلى الله عليه وسلم يوم عرفة كان لحكمة واختلفوا فيها، فقالت طائفة: ليتقوى على الدعاء، وهو قول الخلقي وغيره، وقيل الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة فلا يستحب صومه لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. أيضا هذا إشارة إلى اللي هو هذا المقصد في هذا اليوم. الأمر الآخر الموازنة بين المصالح الدنيوية والأخروية، فالموازنة بين المصالح الدنيوية والمصالح الأخروية من محاسن الإسلام ومقاصده، وذلك يظهر جليا في كثير من الشرائع والعبادات، ومن ذلك عبادة الحج، فقد أباح الله عز وجل للحاج أن يجمع بين أداء المناسك وبين التجارة والتكسب، لا بشرط ألا تؤثر على المقصد الأصلي وهو العبادة. فقال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. لم يبين هنا ما هذا الفضل الذي لا جناح في ابتغائه أثناء الحج، وأشار في آيات أخرى إلى أنه ربح التجارة، حيث قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم. نعم، لما أمر تعالى بالتقوى أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله بالتكسب في مواسم الحج وغيره ليس فيه حرج إذا لم يشغل عما يجب، إذا كان المقصود هو الحج وكان الكسب حلالا منسوبا إلى فضل الله لا منسوبا إلى حذق العبد والوقوف مع السبب ونسيان المسبب، فإن هذا هو الحرج بعينه. المقصد الآخر وهو مقصد الترويح عن النفس في الحج، يحتاج الإنسان ما في خمس دقائق، أي مقصد الترويح عن الحج في عن النفس في الحج، يحتاج الإنسان حقيقة أمام ضوابط الحياة ومتركة إلى الترويح عن النفس، فأشار الشاطب إلى بعض ذلك في بعض جوانب العبادات ومنها الحج، فقال: ما يرجع إلى ما يخص الإنسان في نفسه مع الغفلة، وله أمثلة كثيرة، ولكن في الحج لرؤية البلاد والاستراحة من الأنكاد أو للتجارة أو لتبرمه بأهله وولده أو الحاح الفقر، وفضل الحج ماشيا ليتوفر له الكراء وما إلى ذلك من هذه اللي هي المنافع. هناك أيضا للحج منافع تربوية، من هذه المنافع تنمية حقيقة الوحدة البشرية بين المجتمعات المتنوعة، أيضا اللي هو التواضع، خلق جميل يتجلى به المسلم في اللي هو الحج، والمقصد الآخر تنمية اللي هو الأخوة الإنسانية بين المسلمين في هذا الموسم العظيم. ثم نذهب حقيقة إلى منافع الحج سريعا، اللي هي المنافع الدنيوية، عندنا اللي هي منافع الهدي، وعندنا المنافع التجارية، وعندنا اللي هو تطوير الخدمات الفندقية وتسويقها،
الاستثمار الأمثل لإقامة الحجاج في عرفات، والاستفادة من قطاع اللي هو النقل والاتصالات، والتمهيد لإنشاء سوق إسلامية مشتركة، تفعيل التجارة البينية من خلال اللي هو الحج كمنافع دنيوية يمكن أن يحققها الإنسان بصورة عامة. فإذا من هذه المنافع الدنيوية كما نذهب إليها سريعا المنافع الحج الاقتصادية، وحقيقة الحج اقتصاديا في واقعنا المعاصر كل العالم بأسره يستفيد من الحج اقتصاديا إلا دول العالم الإسلامي وكأنها يعني لم تلتفت إلى هذه القضية. فعلى سبيل المثال عندما الحاج يستهلك هذه الإحرامات وتجدها صنعت في كذا وكذا وكذا، ولا تجد ماركة اللي هي في صنع دولة من الإسلام وما إلى ذلك من هذه الحاجات المتنوعة. والأصل حقيقة أن يعني نلتفت إلى هذا الجانب ونحقق هذا الأمر. يعني من هذه القضايا اللي هو منافع الهدي يطلق على ما يسوق المحرم القارن المتمتع، ويطلق أيضا على ما يلزم الحاج من دم من اللي هو دم الجبران، وإذا ما ارتكب بعض الأخطاء يمكن حقيقة هذا الحج أن يساهم في تحقيق الأمن الغذائي على مستوى العالم أجمع، وقد أشار قوله عز وجل إلى ذلك: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. تمام، هذه إشارة. ومن حيث تجميع الهدي في مكة المكرمة يعمد التجار إلى استيراد ذلك من دول متعددة، وعلى الأغلب تستورد من دول غير إسلامية. فالأصل حقيقة أن يكون اللي هو توجيه الاستثمار في الدول الإسلامية لهذا الجانب، التوسع في الاستفادة من الهدي، لأن ما يتم توزيعه على العالم الإسلامي من خلال شركة الراجح على سبيل المثال اللي هو يعني لا يمثل إلا يعني تقريبا نصف اللي هو ما يقدمه الحاج من هدي. أقترح إضافة ما يوزع على العالم الإسلامي من هدي أن تعمد هيئة الإغاثة الإسلامية بإنشاء مصنع لتعليم وتصنيع مثل هذه المادة، الاستثمار في تصنيع هذه المادة بصفة تجارية، لأن تشريق اللحم وتصنيعه لم يكن محصولا على الفقراء ولا يمنع منه. فأيضا ممكن الاستفادة من هذا الجانب، الاستفادة الكاملة من الهدي، مساهمة المحافظة على البيئة. عندنا المنافع التجارية أيضا موجودة على مستوى لباس الإحرام، يحتاج الحجاج المعتمرون إلى كميات كبيرة من هذا الجانب. التجارة المتنوعة الفردية للحجاج أو الجماعية الأصل فيها أن تعرض في الحج ما ينتجه تلك الدول أو تشتهر في أن يكون هناك معرض دولي عام في معنى الحج. يعني على سبيل المثال تقيم بعض الدول خصوصا مثلا في الإمارات اللي هي هذه المعارض الدولية من أجل استقطاب الناس، ففي الحج من باب أولى أن تكون مثل هذه المعارض موجودة، لأن الحاج فيه المستثمر وفيه المستهلك وفيه أصحاب الخبرات المتنوعة. فعندما تجتمع في هذه المعارض يكون مردوده على العالم الإسلامي أجمع، يعني لأنه يجتمع إليك 5 ملايين في هذه الأيام المتحركة. أيام من أيام الخلفاء الراشدين كانت أيام عطاء وأيام اللي هو تبادل المنافع بكل معطياتها. أن يكون هناك إدارة على هامش المعرض لعقد هذه الصفقات، يشتهر العالم الإسلامي بتنوع مفعلات الاقتصاد، فتوفير رأس المال في بعض الدول وتوفير الأيدي العاملة وما إلى ذلك. ممكن أن يكون في هذا الجانب إنشاء نادي اقتصادي لتبادل الخبرات الاقتصادية من خلال اللي هو الحجاج، تطوير الخدمات الفندقية وتسويقها بصورة إيجابية وتصنيفها، الاستثمار الأمثل لإقامة الحجاج في عرفات ومنى، يقيم الحجاج في عرفات هذه الفترة يعني بدون استثمار لها، لو كان هناك تنمية لها وما إلى ذلك لكان هناك الأنسب. لو يتم اللجوء إلى إقامة اللي هي البناء العمودي أكثر من كون البناء الأفقي، مما يعني يؤثر على المساحة ويضيق المكان على الحجاج. الاستفادة من قطاع النقل والاتصالات، اعتماد وسائل النقل الأكثر خدمة والأقل كلفة مثل قطارات الأنفاق وغيرها من هذه القضايا، حيث أن الحجاج يعني يتعرضون لكثير من هذه القضايا. التمهيد لإنشاء سوق إسلامية مشتركة، يعني وهذه قضية يعني لها أثرها، وأن يعني سهل تنفيذها في موسم اللي هو الحج. تفعيل التجارة البينية
بين المجتمعات الإسلامية. يعني حقيقة عندما تعمد إلى الإحصائيات تجد أن هناك مبالغ هائلة تذهب دون اللي هو عائد للدول الإسلامية وأن يذهب إلى غير الدول الإسلامية. هناك منافع للحج أيضا اجتماعية، منها تنمية التعاون الاجتماعي والشعور الجماعي، ما من شأنه جعل الأمة خير أمة أخرجت لي. سريعا إن شاء الله، يحقق الحج تكامل الوظيفة الاجتماعية بين المسلمين، تحمل الحجاج المسؤولية الاجتماعية تجاه أوطانهم، الشراكة الاجتماعية في المواقف المتعددة، المنافع الحج الثقافية، استمرار استثمار الحج ثقافيا ذا أهمية في توجيه المجتمع، منهجية الحوار وبناء المعارف في الحج، توظيف ثقافة التاريخ واستثمارها في الحج. يعني أذهب إلى الخاتمة، توصلت الدراسة إلى أهم النتائج. أول هذه النتائج، تتميز كل عبادة بحكم وأسرار عن غيرها، وللحج حكما متنوعة ومنافع مشهودة على مستوى الأفراد والأمة. الحج آخر ما فرض من العبادات، ويكاد يجمع فضل أركان الإسلام لما فيه من الشمولية. يعد الحج من بداية رحلته حتى العودة في تدريب عملي ميداني على آداب الإسلام وأخلاقه. إن للحج بعدا اقتصاديا واسعا متنوعا يمكن الاستفادة منه. إن تواجد الكثير من ذوي الخبرات المتنوعة في عالم الاقتصاد من صناعيين والتجار ومهنيين في الحج يستدعي واجب توظيف هذه الإمكانات والقدرات الفنية ومهاراتها المختلفة في فرع سوية الاقتصاد الإسلامي. يحقق الحج تكامل الوظيفة الاجتماعية بين المسلمين على اختلاف ألوانهم ومشاربهم. أيضا توصي الدراسة بالتوصيات الآتية: الاستثمار الأمثل لإقامة الحجاج في عرفات، إنشاء سوق مشتركة لتنظيم إمكان التبادل التجاري ضمن تشريعات تضبط مصداقية ذلك، استثمار الحج ثقافيا ذا أهمية في توجيه المجتمع الإسلامي كونه من أهم وسائل اتصال المسلمون فيما بينهم ومن أهم مصادر المحافظة على هوية الأمة الإسلامية وصياغة معالم الشخصية الإسلامية. وفي النهاية حقيقة أختم وأعتذر عن هذه الإطالة، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الدكتور علي رواحنا على ما طرحه من مسائل مهمة حقيقة، وقد شوقنا فعلا إلى تلك الشعائر والأماكن. نسأل الله أن يكتبها لنا جميعا والسامعين. أظن وقت هذه الجلسة قد انتهى. نختتم بعون الله هذه الجلسة، ونلتقي بعد قليل في الجلسة الأخرى لهذا اليوم بعنوان التطبيقات المعاصرة للمقاصد الشرعية في الحقوق المعنوية. نلتقيكم بعد قليل.